السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم بسيطلات اللي كيجو ساهلين وكيجو لذاد بزاف. نخليكم مع المقادير. وكنعرفوا في البسطيله ديالنا كتكون فيها جميع انواع السمك، تقدروا تختاروا اللي بغيتو. انا متوفر عندي الكريفيت والمارلون والكالامار والسمك الابيض. تقدروا ديروا اي سمك عندكم ابيض. اول حاجه عندي الشرموله، غنوجدوها. عندي فيها قزبر ومعنوس، ثومه، عصير حامض، ورق سيدنا موسى، بسطيله ديال العطريه، البسطيله ديال الحوت البيضاء، عندي تحميره، وعندي شويه الكمون، وعندي تقدروا ديروا نتوما ثلاثه المعالق ولا جوج معالق ديال مطيشه الحك. وعندي الابزار اللي كنستعمل دائما في الحشوات ديالي، لي 5 بي. وعندي الفلفل مشويه ومنقيه والصويا صوص. وهنا غادي نبدا نصاوب الشرموله ديالي، وغادي نبدا نطحن اول حاجه القزبر ومعنوس مع الثومه مع ورق سيدنا موسى مع مطيشه الحك والعطريه اللي سبق وذكرت لكم. وهنا اللي كيبغي يزيد الحار والهريسه حتى هو يقدر يضيفها في هذه المرحله هذه. وهكا كيكون القوام ديال الخليط ديالنا متجانس ونقدروا هكا نخدموا به. وهنا غنبدا نرمل كاع الحوت اللي عندي. غنبدا نهز شويه شرموله وغادي ندهن بها الحوت، وغنحط في اللاطه ديالي اللي غندخلهم الفران. Thank you.
غنشرملو بنفس العطريه، ندير فيه شويه العطريه ونخليه على ما كملت كاع الحوت اللي عندي، وغنرجع نسوطيه. هنا استفدت كاع الحوت اللي كان عندي، غنديرو في لاطا وندخلو الفران يطيب. الطريقه اللي كندير فيها، كندير الماء وكندير فيه ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الهريسه، اولا معلقه ديال منتجات الحك، وكنخليهم يتسلقوا 5 دقائق وكنحيدهم. وهنا بعد ما صفينا الشعريه مزيان وقطعناها، كنزيدو فيها العطريه ديالها وكنخليوها مزيان تدخل فيها، كندخلوها فيها مزيان. ومن بعد عاد غنزيدو العناصر اللي بقات. من الاحسن ما نخلوش الشعريه الصينيه تسلق بزاف، باش كيبقى القوام ديالها واقف وما كتجيناش هكا معجنه في الوسط البريوات. من بعد غادي ندخل العطريه في الشعريه، غادي نضيف ليها الشامبينيون نوار. انا ما درتوش، تقدروا حتى هو تسلقوه وتقطعوه وتضيفوه. انا ضفت غير الشامبينيون العادي، وغنضيف ليها الفلفله اللي قلت لكم مشويه ومنقيه ومقطعه صغير، كتعطي لو كو زوين. وكنزيدو ورقه سيدنا موسى وغنسوطيوها حتى هي في شويه ديال الزيت. غندير فيها طريفات ديال الزبده، وغادي ندير فيها ورقه سيدنا موسى، وغنخليهم حتى يذوبوا، وغادي نرمي عليهم الكريفات والكالامار اللي درت ليهم الشرموله نفس الشرموله. ما كنبقى نزيد لا عطريه لا والو. وهنا كما كتشوفوا معايا الحوت اللي خرج من الفران نقيته وقطعته قطع صغيره، غنزيدو على الفيرميسال اللي صوطيت والكروفيت، وغنزيد حتى الكروفيت والكالامار حتى هو اللي صوطيت. ما بقيت لا عطريه لا والو، غير هذيك الشرموله هي اللي خدمت بها. غادي ندخل بشويه بشويه باش ما يتعجنش ليا الحوت، كتعرفوا الحوت دغيا كيتفرتت. وهنا كما غتشوفوا معايا غنزيد الكروفيت والكالامار، والبسطيله عندنا كتكون واجده. كنخلطها مزيان باش كتخلط ليا مع الفيرميسال اللي عندي، كنخلط مزيان مزيان وصافي كتكون واجده. انا كنفضل ما نزيدش فيها الفرماج، كنخليها هكاك باش تبقى على شكل البسطيله التقليديه اللي كناكلوها ديما. بعد ما كملت الحشوه غندوزو باش نمونطيو البسطيلات ديالنا. غنحتاجو لواحد الغطاء ديال القرعه، انا هذه كنعتمدها كيجيني القياس ديالها مزيان. وغنحتاجو الزيت اللي غندير فيه شويه التحميره، ولا كنتو كتفضلوا الحار غديروا شويه الهريسه، والبيض باش نلصقوا الورقه ديالنا.
نعاود معكم وحيده اخرى باش تشوفوا الطريقه ديال الطي اللي كانت وهي بيها. كان ناخذ الورقه وكنبدا نبلي فيها باش كتجيني مجموعه وما كتجيناش البسطيله محلوله. قد ما زيرتوها ودرتو بليه على بليه كتجي مجموعه وشاده في راسها كما غتشوفوا معايا. ودابا غادي ندخلها الفران وغنطلقاو في الشكل. وهادو هما البسطيلات اللي وجدنا بعد ما خرجناهم من الفران. كنزينوهم بقطع ديال الحامض والكروفيت اللي صطيتو في شويه زبيده وشويه ديال التحميره وشويه ديال الثوم بودره وزينت به. كيجي الشكل ديالهم النهائي زوين وحتى لوغو كيجي رائع جدا. هكا كنستعملوهم في الموائد الرمضانيه ديالنا. ونخليكم مع بعض الصور ونتمنى ينال يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسوش تخليوا لي اللايك والى اللقاء.